مدركا بأن الأمن هو رسالة النبلاء وأن البناء والاستثمار لن يتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار. حرصت وزارة الداخلية على النهوض بكل مهامها، فالأمن كل لا يتجزأ، وقد أثبتت الدلائل الرقمية نجاح الاستراتيجية الأمنية خلال عام 2019 في تأمين مسيرة العمل الوطني وانطلاقها لأفاق المستقبل بكل عزم وإصرار. وقد تحددت المهام الأمنية بدقة وموضوعية نجحت خلالها في دحر فلول الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية فاعلة للتنظيمات الإرهابية، كان أبرزها إحباط مخططات لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بإحدى الدول للإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية بالبلاد. كانت المواجهة الأمنية للجريمة الجنائية حاسمة في شتى صورها ومختلف أنماطها، باستهداف للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة، أبرزها منطقتي بحيرة المنزلة والسحر والجمال، والقضاء على 65 من العناصر شديدة الخطورة في تلك البؤر في تبادل لإطلاق النيران مع القوات، إلى ضبط حائز الأسلحة النارية غير المرخصة والتشكيلات العصابية وكشف غموض الجرائم المختلفة وضبط مرتكبيها، مما أدى لانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 8.5% مقابل ارتفاع نسب الضبط من 95% إلى 97% عن العام الماضي. وهكذا تتكامل حلقات الأداء الأمني كي لا ينجو آثم بجرمه أو تنام أعين الجبناء، لتنجح الوزارة في إحباط محاولات كبرى لإغراق البلاد بأنواع مختلفة من المخدرات، كان أبرزها إحباط محاولة تهريب أكثر من طنين من مخدر الهيروين إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالبحر الأحمر، ومحاولة أخرى لتهريب 3 أطنان من مخدر الحشيش. في سياق متصل من النجاحات، تتصدى الجهود الشرطية لجرائم الهجرة غير الشرعية وتضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها. وتماشيا مع توجه الدولة نحو إزالة كافة التعديات على أملاكها وعلى الأراضي الزراعية ونهر النيل، شهد العام الماضي حملات على مستوى الجمهورية لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة إنفاذاً للقانون وإعلاءاً لهيبة الدولة. محور آخر يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة ودعم سياسات الإصلاح الاقتصادي تمثل في مكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي من خلال ضبط قضايا الاتجار وتهريب النقد الأجنبي وقضايا التهرب الضريبي والجمركي والتصدي لجرائم الفساد والرشوة والاختلاس والتزييف والتزوير وكل ما من شأنه المساس بالأمن الاقتصادي.
إطار الإسهام الجاد لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، كثفت وزارة الداخلية من حملاتها لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار ومواجهة المتلاعبين بالدعم. توافق متسارع وتفاعل متجدد لكافة الخطط الأمنية مع كل ما يفرضه الواقع من متطلبات ومهام، يتحقق من خلال رفع كفاءة العنصر البشري عبر استراتيجية للتدريب الأمني المتطور. شهدت إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة وفقاً لأحدث الأساليب والوسائل العلمية والتدريبية، فضلاً عن تطوير كافة المناهج الدراسية وتدريس مواد مستحدثة منها مادة بناء وتصدير الانطباع الإيجابي. خطة تطوير وتحديث شاملة لكافة قطاعاتها نفذتها وزارة الداخلية إنشائياً وتكنولوجياً لمواكبة مستجدات العمل الأمني وما تشهده مصر من نهضة حقيقية في البناء والتنمية، من خلال تطوير ورفع كفاءة 373 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بقاعدة بيانات مركزية بشبكة معلومات الوزارة تحوي العديد من التطبيقات الأمنية لدورة العمل بالأقسام والمراكز، توفر قاعدة معلومات دقيقة مع سرعة استدعائها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتيسير الخدمة للمواطنين. وتطوير خدمات الأحوال المدنية بإنشاء 29 وحدة جديدة ورفع كفاءة 20 وحدة قائمة، وإجراء تطوير شامل لعدد 60 مقر للأحوال المدنية من حيث الإنشاءات والأجهزة وأماكن الانتظار كمرحلة أولى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، فضلا عن البدء في استحداث منظومة جديدة من الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تتيح الاستخراج الفوري لشهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى يتم تشغيلها بدءا من 25 من يناير هذا العام، على أن تستكمل في مراحلها اللاحقة بإصدار أنواع أخرى من الشهادات لتقديم خدمة أمنية متميزة للجمهور. وفي مجال المرور تم تطوير ورفع كفاءة 191 وحدة ترخيص مرورية وتزويدها بمنظومة الترقيم والنداء الآلي، فضلا عن تجهيزها لتقديم خدمة أمنية ميسرة ومتميزة لجمهور المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم استحداث الملصق الإلكتروني المؤمن للمركبات والذي يحتوي على كافة بيانات المركبة ويتيح التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها وتنظيم حركة المرور. انتهاء بإنشاء المقر الجديد للإدارة العامة للمرور بمدينة 6 أكتوبر القادر على التعامل مع أنظمة المرور والنقل الذكي بما يواكب الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها شبكة الطرق المصرية الممتدة لآلاف الكيلومترات. ويضم المقر غرفة عمليات مجهزة بتقنيات عالية مرتبطة بكاميرات مراقبة منتشرة بالطرق والمحاور الرئيسية لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة وسرعة التعامل مع الأعطال والتكدسات، كما تتولى التنسيق مع الحملات المرورية الثابتة والمتحركة والأقوال المرورية التي تجوب الطرق لرصد كافة المخالفات. امتد التطوير إلى إنشاء المجمع الطبي الجديد بالقاهرة الجديدة بعد ضغط المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال لتشغيله في 25 من يناير الجاري، بعد أن كان مقرر الانتهاء منه عام 2022 بطاقة 294 سريرة.
ويحتوي على جناح للعمليات به 6 غرف عمليات مجهزة وفقاً لأعلى المعايير القياسية العالمية بنظام الكبسولة الرقمية الذكية فائقة التعقيم، إضافة إلى وحدات للتعقيم والإفاقة والرعاية المركزة. ويسهم المجمع الطبي في الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية بالوزارة، والتي تشارك بفاعلية في كافة مبادرات السيد رئيس الجمهورية المعنية بصحة المواطنين، كما يتم فتح العيادات الخارجية للكشف المجاني على المواطنين يوم الجمعة من كل أسبوع في إطار مبادرة كلنا واحد. يد التطوير امتدت إلى إنشاء إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، تتولى تدريب القوات الشرطية التي تسند إليها المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالمياً، ومؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والإفريقية. الإدارة مقسمة إلى ميادين تدريبية وغرف عمليات لمتابعة القوات ميدانياً، ومبان إدارية، ومبان للإعاشة، وقاعات للاجتماعات. روعي في إنشائها إعداد القوات بدنياً ونفسياً عن طريق تدريبات مكثفة على كافة فنون القتال والاشتباك واجتياز الموانع. وهكذا تتكامل حلقات المنظومة الأمنية نحو الارتقاء، ويواصل من أجل ذلك رجال الشرطة المصرية الأوفياء زادهم العزم والهمة، وهدفهم أن تبقى مصر دوما واحة للأمن والأمان.